تعال كيف صحي هارون، اعطيني مفاتيح السياره. مدام ممكن بس اقول لك شغله؟ انا وعدتك نايم لك بنتك بحضنك، يعني حينام لك اياها، بس خليني نجيب انا بطريقتي. ماشي؟ مدام اسمعي مني ولا تفوتي هيك فوتات مانك قدها، وانت لا توز براسها، اترك المره تحل مشاكلها لحالها بقى. انت صفي على جنب بلا ما ادبجك شي لبجي، لكن مدام انا وعدتك نايم لك اياها بحضنك، يعني رح نايم لك اياها بحضنك، بس اعطيني فرصه واحده. لاش وان شانس، ماشي؟ لاش وان شانس. مدام بدي قص ايدي من هون، إذا هالزلمي ما راح يخرب لك بيتك. تكون حالي أحسن شيء. هون هون. وين البيت؟ ليكو الطابق الثاني اللي شاعل ضوء. بس شكلهم مانهم بالبيت لأنه سيارة نزار مانا هون. معناتها بنستنانا شوي. ليكا سارة ليكا. هي اتكلنا على الله. استنى بلكي كانوا عافلين الباب من جوا. مش مين قال لك اني حفوت الباب؟ خليك على الروم مش عايز وقت اوقع عليك. نعم. اي لوسي، لك ليه ما عم تردي؟ لا تكوني زعلانه مني. لا قلتي له لنزار على الكيس اللي ورجيتك اياه؟ معناتها زعلانه مني، شفتي كيف؟ ايه بس انا معي حق، بعدين انا بدي مصلحتك، وانت بتعرفي هالشيء، وانت طلبتي مني هيك. بعدين شوفي جوزك شو حكى. لا انا طلعت عن طوري وواجهته بالحقيقه. بعدين انا ما بدي اياكي تطلعي قدام العالم مجرمه، هو يطلع حاله منيح. ليكي وفاء، انا صار لي مشكله كثير كبيره من الحكي اللي حكيتيه. هلا ما بعرف اذا لازم ازعل منك ولا لا، بس يعني انا متاكده انك حكيتي عن نيه طيبه. انا اسفه. ايه وهلا شو بدك تعملي؟ شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. نزار يا وفاء اخذ ساره مني، هذا الشيء بيموتني. انت بتعرفي لما سافرت شو صار فيني؟ طولي بالك يا قلبي، وهلا شو ناوية تعملي؟ شو
شو ناوي اعمل هلا؟ ما رح اترك اياها وهلا اجباري عنه رح اخذها. ايه وكيف بدك تعملي هيك؟ بعرف انه حابب تشوفني، بس خلينا نتعرف على بعض اكثر على التليفون وبقرب وقت بشوفك. ليك نحن قاعدين بالصالون، بابا نام على الكنباية، رح فوت على الغرفة وبرجع بدق لك، اوكي؟ يلا باي. بابا بابا حبيبي قوم نام بغرفتك. الو هاي تاخرت عليك. شو عم تعمل؟ قاعد بتعرف انا حابه اغني لك غنيه صغيره صغيره. ايه لانه انا صوتي ما كتير حلو. يلا اسمع. لقيتك ودني كثير موضوع. شو؟ اطلع شوفك بكره؟ لا سوري عن جد يمكن ما اقدر لانه يمكن تنام عندي كمان بكره متاخر. خلص هو بدك انه بقرب وقت نشوفك، ما هيك اتفقنا؟ طيب لكن هلا صار لازم نروح نام، اوكي؟ نحكي بكره. بوني تصوري لك عم بتهمني اني عم خونه مع الشوفير؟ معقوله نزار هيك عم يساوي؟ وحياة اللي خلقه ماني مرقت له اياها. انا ارضى ساره اصلا تعيش بجو تحشيش وكلياته فلتانين، ما بخليها معه دقيقه واحده. لك مستحيل. طيب ما قلتي لي، شلون بدك ترجعي بنتك؟ على جستي. يلا عمو سارة لا تخافين، يلا طلعي طلعي. ليك انا صلي ساعة ساكتة ها؟ رح غزلك بالسكينة. لا تردي عمو انزلي يلا. لك لا تنزلي عم قلك. انزلي يلا. رح غزلك بالسكينة ها؟ على جستي ما بتنزل. انزلي. انزلي عمو يلا بسرعة. سارة لا تنزلي. انزلي. رح غزلك بالسكينة. سارة ما
تنزلي يا سارة. ما بتنزل اخي قلبك على العيون ما احلى.